إحنا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمن. مؤسسة أهلية فلسطينية تأسست سنة 2000، حائزين على العضوية الكاملة بحركة الشفافية الدولية. رؤيتنا مجتمع خالي من الفساد. منآمن إن جهود تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ما بتقتصر على مؤسسة معينة أو حتى جهة محددة، إنما هي ثمرة تكامل جهود الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية اللي بتأمن إن فلسطين تستحق تكون خالية من الفساد. نسعى في ائتلاف أمان من خلال استراتيجيتنا من سنة 2017 ل2020 تضمين نظرية التغيير في عملنا، من خلال العمل على مبادرات المساءلة المجتمعية وإشراك المواطنين وتشكيل حراك مجتمعي مع مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة مع وسائل الإعلام لدعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة الفعالة على إدارة المال والشأن العام. ائتلاف أمان بيت خبرة ومعرفة في مجال عمله. كيف؟ لأنه بنصدر العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة لتقرير الفساد السنوي. إحنا منعرب المعرفة العالمية ومنوطنها ومننتج معارف خاصة بحقل مكافحة الفساد ومنعممها على غيرنا في المنطقة العربية والعالم، ومنشجع الجميع يستخدموا أدواتنا وكتاباتنا وأدلتنا ومعارفنا، وجاهزين نساعد أي مؤسسة أو فرد بحب يشترك معنا ويكون جزء من حركة مكافحة الفساد الفلسطينية. نشتغل في ائتلاف أمان مع فئات المجتمع المختلفة لنمكن أفراده ومؤسساته كل واحد في مجاله بالشكل اللي بتقاطع مع عملنا، وهذا بالإضافة للعمل من خلال الضغط والمناصرة لضمان تفعيل وتحسين نظام النزاهة الوطني ومكافحة الفساد. نحن في ائتلاف أمان في خدمة الجماهير، نساعد في تقديم استشارات قانونية في مجال عملنا، ونناصر ضحايا الفساد والمبلغين عن الفساد بأقصى قدراتنا من خلال الاتصال على مركز المناصرة والإرشاد القانوني على الرقم المجاني 1800 180 180.